كل بلاك وكيفاش باسكو باش تحكي بلاك كيما واحد سي طالع معاه قلت له سمعت التالي اليوم قال لي لا قلت له انا ثاني سي لامبروفيزاسيون دو تو زونتون كون بلاك مليحه كيما زوج جا هذه نحكوها باسكو العائلات على بالهم يتفرجوا كاين ولاد صغار كاين حنا نمدوا لهم كاع الكوستو تاع كاين زوج دجاجات تلاقاو مع بعضهم بعض قلت له واش راكي صابه على بالك الدجاج يهضر مع بعضه بعض غير حنا ما نمرقولهمش واش راكي لاباس منا وحده فيهم معلقه حبه بيض قلت له واش راكي معلقه في رقبتك قالت لي تصويرتي كي كنت صغيره دم خضرنا جبدنا الدجاجه تاع الصويره منا من هنا بون كي تحكي بلاك تقدر تفكر بلاك واحده اخرى انا هذا وين تفكرتها كاين واحد عنده دجاج يجيب له يعطيه من خاله يجيب له البيض نورمال يعني هيا كي شاف فكر فكر مليح قال لك نخلط لهم النخاله مع النجاره خلط لهم النخاله مع النجاره نورمال جابوا له البيض دار شويه الخاله وشويه الزوجه نقص النخاله وكثر بزاف النجاره جابوا له ثاني البيض قال لك الثالثه ولا غير ندير لهم كاع نجاره جاب لهم غير نجاره برك نهار اللي فتح الزريبه هذيك صاب غير الزرابيط برك غير الزربوط وخوه ما كان لا بيض لا والو إخواني المشاهدين مساء الخير مرة أخرى معنا ضيف غني عن التعريف في قناة الحياة تي في سيد مديوني محلل سياسي مرحبا بك في حصة يا حسرة مع بسام مرحبا بك أستاذ شكرا سي بسام على الاستضافة وصحة فطور كل متفرجين قناة الحياة شكرا مرحبا نشكرك على تلبية الدعوة أستاذ أستاذ رماركيت يعني لا بليبار تاع ليزيميسيون تاعك دير البابيون بزاف هما كاين زوج اللي شفتهم يديروا بابيون كاين انت وكاين رئيس الحكومه الاسبق سيد احمد غزالي الله يذكره على خير الله يذكره على خير هي سي بسام بابيون كاين بزاف الناس اللي حاسبينه تاع عراس برك بابيون سي كيما لا كرافات يعني اون بو مات اون كرافات ولا اون مي ان بابيون سا في بارتي دون توني تاع ان هوم كي ترافاي ولا كي دي فوا على بالك تبني اون جين وتبني بالبابيون دونك ما فيهاش سيريمونيال وطبعا خدمت في امريكا انت كذلك خدمت شويه واه شحال هكذا خدمت شويه خدمت ايامات طبعا تتكلم انجليزيه ما شاء الله ما راحت لي راحت ما نظنش هذاك اللغات لازم تكون في البلاد هذيك ولازم كل يوم تسي كيفاه تثقف روحك تقرا ليفريات الى اخره تهضر مع الناس لما تخرج من لونفيرونمون تاع اللي يهضر لا لونغ هذيك تنقص لك الانجليزيه سي لاكسون سي بوكو تشوز ولما تسمع انت تهضر الانجليزيه خير مني لما تسمع بسام يتكلم بالانجليزيه انا ما خبيش عليك نعرف حاجه في واحده في لونغري يقول نسالك استاذ الشجره بالانجليزيه يقولها تري تري زوج شجرات تو تريز ثلاثه تري تريز اربعه فور تريز خمسة فايف تريز على بالك الغابة واش يسموها؟ تكتب عندك لاكسون عندك تعرف باللي الشجرة يسموها تشيز ديزا راك نجحت وهذا الشجرة باش تعلم ثلاثة أيام وأنا نعرف فيها اللي جاتك صعيبة صعيبة شوية صعيبة أستاذ لماذا الأغلبية تاع الحصص تاعك تتكلم باللغة الفرنسية؟ كاين ناس ما يفهموكش على بالك
شوف انا راني نقرا واش راهم يقولوا الناس، لان الحصه تاعي متوجهه لي كاع الشعب الجزائري، وعلى بالك انت عايشه في الدار حتى مع الشيبانيه تاعك اللي نحيوها الله يسلمك، تهضر معها كلمه بالفرنسيه كلمه بالعربيه كلمه بالدارجه، صح، لان اللي ما يفهموهاش الجزائريين هي اللغه العربيه الفصحى. لما نشوف يعني دي زيميسيون كومبليتمون عرب ليتيرير، انا ننساو فئه اللي ما قراش العرب ليتيرير، داكور؟ فلهذاك الحصه تاعي ولا عندها صدى، لانني نتكلم بالدارجه نتكلم بالفرنسيه، كلمات اللي تعلمتهم بزاف دروك راني في اللغه العربيه، يعني نتقن دروك في اللغه العربيه. علاه كانت عندك صعبه اللغه العربيه؟ ماشي كانت عندي صعبه، احنا كي قرينا بكري من الموايان للسوام لليسي لي ماتير لا فيلوزوفي كنا نديروها اون فرونسي، دونك دونك حنا ماناش تاع، ولكن فوالا اليوم طلب علينا الوقت اننا نتعرض. استاذ مديوني اسمح لي سؤال، شحال عندك اولاد الله يبارك؟ عندي اثنين. عندي اللهم صل على النبي الله يبارك. والفطور تاعك المفضل يعني في رمضان، يعني كما احنا نقولوا باش تبدا بالفطور، الحاجه اللي تقراك في الفطور في رمضان باش تبدا يعني. والله يا سي بسام انا رمضان اللي نعقله وشته ونعقل عليه مليح، وشت باللي حقيقة رمضان هو في جانيت في التسعينات، لما كنت تروح لجانيت كنت طيار، تشوف يعني الناس هذوك كيف يكتفوا بالفطور تاع رمضان بشوربة حبة تاع تمر وحليب تاع لحظة على ليبوك، هذاك هو الفطور تاعهم. يعني نظن الماكلة هذه كاع اللي رانا نجلو عليها نهار كامل هذه كاع زيادة، لأن فيه تبذير كبير في رمضان. وأنا نظن أون سالاد سيرتو في السخانة، أون سالاد أون سوب سي سكيل فو سي با بلوس، باسكو الصوالح الاخرين كاع غير انا ما عنديش ماكله، انا ديجا ما عنديش لابيتي. ومنين انت استاذ يعني المنطقه اللي زيت فيها؟ انا اوريجينير دو مازونا بلوز اكزاكتومون، الاب تاعي الله يرحمه وسع عليه من مازونا، الام تاعي من مستغانم، ولكن انا زدت في تيارت الله يبارك وكبرت في تيارت عاصمه الرستميه، وكبرنا في وهران لان الاب الله يرحمه كان امين عام تاع بلديه في 63 يا حسره، وكان صحافي في جريده لا ريبوبليك اون فرونسي، دونك جولنا عبر التراب الوطني. وانت استاذ تتكيف سجائر طبعا؟ نتكيف. وكيفاش دير في رمضان يعني؟ لازم تبعد 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 ابن عمك باش ما تنرفاش، باش هكا تلقى تشد وترقد. وصح يتقلقوا في رمضان خاصة قدام الفطور. سيمينيت هذيك سيمينيت كارثة. هذيك تاع شرتوت عند لاشين تاع الزلابية، يعني راك شفت تصراو يعني أحداث عندها ثلاث سنين ولا في قسنطينة، يعني كان فيها قتل إنسان لاشين على الدوبارة. اسكو هذه يعني توصل باش تقتل انسان في الدوباره على دوباره؟ دونك الناس قاعده تتوحم في رمضان، صح. واحد يبعدهم يدير فيلم داكور، ولا يدير حصه يدير ناسيونال جيوغرافيك، تشوف حصص مليحه، تشوف الحيوانات الى اخره، باش تنسى وتفوت الوقت. استاذ كي قلت لي زلابيه ذكرتني في حاجه، عبك زلابيه واش يسموها بالفرنسي؟ نعم انا نقولها لك. ما يقولها لي ريزيستونس. استاذ قبل من لان الوقت الموضوع معك شيق، وانت على كل حال باش معليش يعرف الجمهور حاجه، لانك قائد طائره. وي هذه فوزاتان كوموندو دبور يا خويا. قائد طائره، اسكو مثلا لو كان نقلد لك انا بسام جو سوي ايميتاتور دو فوا جو ميت بوكو تشوز، البرويتاج تاع البوينغ الطائره قبل ما تطلع يعني ديكولاج كما احنا نقولوا كيفاش نقولوا. او ميم تون ساعدني في حاجه برك استاذ يا اخي، يهضروا في برج المراقبه ونونغلي تكلم معايا هكذاك، وانا او ميم تون جو في البرويتاج مازال ديكولاج هنا. قال ارجيري 20 ولا 2024 ريكويست تيك اوف. عاودها لي هكذاك. ارجيري 2014 7 ريكويست تيك اوف. لا هضر معايا شغل، كثير معايا في برج المراقبه. انت قول وانا نعطي لك. هضر معايا برك انا على بالك. اوكي 7 اوكي راجيري، يو ار كلير تو تيك اوف، افير تيك اوف ليفت تيرن بيك اب راديو 350 فلايت ليفل انيشيالي 1000 فيت. صح راك نسيت ما دخلتش التران على بالك.
ايه استاذ لينا الشرف انك معنا اليوم سي تانونر مسي مدوني وزيت تري موديست تري سامبل نشكرك على تلبيه الدعوه تاعك لينا الشرف اللي حضرت معنا اليوم واخواني المشاهدين لو تقول لهم كلمه يعني صحه سحوركم ولا بقاو نعم نقول لهم صحه فطوركم نظن ما فيش داعي لاننا نجري على شي اشياء اللي هي لاننا نشوفوا عشنا اللحظات تاع لا بانديمي هذه شفنا باللي فقدنا ناس في كان اللي كان عنده برنامج كان عنده مشروع في الدنيا هذه ولكن ما قدرش يكمله دونك الواحد يكتفي ويحمد ربي كل يوم واللي فيها يعني الشيء اللي جا هذاك هو اللي فيه الخير لان ربي هو اللي يرزق الشيء اللي عطاه ربي والواحد يحافظ على صحته وسيرته وعلى وليداته وعلى العمل تاعو بارك الله فيك استاذ اخواني المشاهدين هكذا تنتهي حصتنا اليوم يحصل الموضوع شيق مع الاستاذ مديوني ونتمنى يزورنا في حصص قادمه ان شاء الله شكرا استاذ والى اللقاء